التقرير اللي انحط على مكتب امبارح مين كاتبه بيناتكم؟ أنا معلم. لك ما بتسعي على حالك أنت؟ شو هالتقرير الزبالة اللي حاطط لي على المكتب؟ بدي أفهم يعني إذا واحد قال الله يلعن هالحالة شو صار يعني خربت البلد؟ بشو بيفيدني هالحكي؟ ما ثلاث أرباع البلد عم تقول الله يلعن هالحالة؟ يعني إذا واحد فش خلقه بالله يلعن هالحالة شو صار؟ إيش شو سب على خالتك هو؟ سيدي نحنا ما هيك كان نظنا. خلاص خلاص يقطع عمرك وعمره. ولك نحنا شغلتنا نحمي البلد، نعمل خطوات استباقية لحتى الناس ما تسبقنا، مو شغلتنا نقعد ننقش تقارير على الطالعة والنازلة. واحد سب على سعر الخس والتاني حكى على المواصلات وواحد قال يلعن اختها الحالة، شو هالقصة؟ ويلعن اختها الحالة يا سيدي. شو يعني إذا طالبة مدرسة قالت على باص البلدية جحش الحكومة؟ بتسرقوا تقرير؟ شو بيفيدني هالتقرير؟ شو بعمل فيه؟ حاضر حاضر. هي آخر فرصة بعطيكم إياها أنت وياه. يا بتشغل مخك ومخه يا أما بشرفي بنفطكم نفط. أمرك صح. أمرك صح. يلا. قالي لعن أختها الحالة. على الحالة بقى كل ما اجانا واحد جديد بيعلمنا كيف الشغل. انا بعرف. ايه وين كان هو لما كنا بالسلك نحن فتنا بصف الرابع الابتدائي؟ كان اخونا ملتهي بالدراسة. دراسة جامعة ما جامعة عساس فهم اكتر يعني. ايه الله يوجه له الضابط سليم بعرضي كنت افقعه كل تقرير لكل مواطن جيب اجله من كعبة دست مبكى المختون كان الله. يطير عقله الله يرحم عليك الايام. اضيعان التعب باضيعان التعب بالمهنة صرفنا عمرنا وبالاخر بيقول لك التقرير للزبالة. ايه والله ملاحظ ان المواطن صار عم يعرف شيء عننا. لك ايه عم يعرفونا دغري يا زلمة. طور ادواته واسلحته اخي في حد عم يفسفس. ايه بعلموه باين علينا انه نحن من السلك صف الرابع. انا اذا شفتك بعرفك لاني بعرفك بس اذا حدا شافك ما بيعرفك ما راح يعرفك. اخي لا لك شغله. ايه ما لنا غير كل واحد على محله على شغله. ها نلتقي المساء. ماشي. ماشي اي شيء خبرني عنه. ايه جيب معي هاي اجيبها بنعتازها بجيب. يلا وجيب الثانيه هي. ايه كله. مو معقول الفساد معشعش والنهب شغال، وإذا صار حساب توقع براس أصغر واحد بالسلسلة وبتنحط براس موظف صغير ولي عليهم. لا وبينقام عليه الحد والكبار بيتشرفوا على حسابه وبيطلعوا من الحماة الصالحين. الله يعين أخي. الإصلاح ومكافحة الفساد لازم يتم من رأس الهرم وأنت نازل مو بالعكس، وغير هيك اسمه ضحك على اللحى. كيف لكان؟ اي والله. اي معلوم لانه ما في قانون المحاسبة يلي ماشي بهالايام. ادفع بعضا من هذا تزبط امورك يا هذا. لك اخ اخ. اي لا وبيقولوا لك تغيير. يعني انه تغيير عم يحكوا؟ صاير وضعنا مثل هالسيرفيس، كراسي في ثابتي والمواقف ما بتتغير، وفي كم كرسي متحرك ما بينزل حدا من الثابت الا وبده يشيل كل شيء متحرك قدامه. يا الله. اي والله كل شهر بدي اصلح كراسي الباص. إيه الناس بطل عنده ذوق. لك 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 الجحش الثاني بشو شاغل باله. نزلنا عندك روحي اختي روحي. الله يسامحك. خلصني. العمل عم ما اخبسكن. Thank you.
شو هذا؟ سيدي هذا التقرير الدراسة. بس هذا ورق أبيض مو مكتوب عليه شيء. سيدي نحن عم نحاول نتطور مثل ما عم يتطوروا كل هالناس. الله وكيلك، الناس صايرة عم تحكي اللي بدها إياه، وشو بيخطر على بالك بدون ما يفتحوا تمهم بكلمة. وعلى ضمير سيدي. سيدي ونحن مشان تكون الدراسة منطقية وصادقة ومتماشية مع لغة الصمت كتبناها بحروف مخفية. برافو برافو عليكم. على فكرة أبدا ما توقعت يطلع معكم هيك شيء وتسبقوا وقتكم وزمانكم. بس في مشكلة صغيرة، يعني هالتقارير مفهومة بالنسبة لي واضحة، بس كيف يا ترى بدنا ننقل الصورة لفوق؟ يا سيدي بلغة التخاطر عن بعد. التواصل الذهني سيدي. بري عليكم. احترامي سيدي. سيدي بالنسبة ل مزبوط سيدي ما. شوفوا يا شباب، هي لغة الصمت لغة خطيرة كتير وبدها تسبب لنا مشكلة كبيرة. يعني على القليلة لما يحكي البني آدم نعرف بشو عم يفكر، نقدر نستشف ناخد منه الشيء اللي بدنا إياه. أما إذا صمت العمى بعيون عيونه العمى، شو بدنا نطلع منه هاد؟ لذلك بدي أكون تركزوا منيح، بتعمموا لي على شباب الفرع كلهم. أي حدا بتشوفه ساكت ما عم يحكي تحصوا لي أنفاسه، بدي أعرف النفس اللي عم ياخده لشو بيرمز. واحد مثل هاد ساكت أكيد مخبي شي كتير كبير، والساكت أخطر من اللي عم يحكي. الله يستر. قلنا لك يا سيدي إنه هاد المواطن ما بينعطوش. قال شو؟ بالدنيانا ندلعه للمواطن. خراس انت وياه بلا كتر حكي، يلا روحوا شوفوا شغلكم. يلا قال لغة الصمت قال العمى هذا اللي كان ناقصنا والله.